برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير. يمكن النهاردة بدايتي هتكون عن البيان اللي أصدر من أكثر من 30 دولة لإدانة حقوق الإنسان داخل مصر، ويمكن اللي هتكلم عنه النهاردة مش البيان اللي صدر، لأن ده متعودين عليه من أكثر من 6 سنين، والتوجه تجاه مصر بيكون الضغط بهذه النغمة حقوق الإنسان داخل مصر. ويمكن كل الدول دي واللي هتكلم عنه وركز عليه النهاردة هو رد الوزير سامح شكري وزير الخارجية. رده كان المرة دي مختلف جدا، وقال انها كلها وقائع سياسية، انتوا بتضغطوا على مصر سياسيا مش علشان حقوق الانسان ولا من هذا الاتجاه اساسا. يمكن كان الاهم كمان انه قال ان احنا كمان في صدد صدور بيان للرد على كل دولة على حدة، وهنفند فيه ازاي بيتعاملوا داخل بلادهم في حقوق الانسان اللي بيتكلموا عنها، او اللي هم بيقولوا ان مصر بتخترق هذه النقطة. يمكن رد قوي جدا من الوزير سامح شكري ومن الخارجية المصرية، والمرة دي واضح ان فيه رد يعني بشكل قوي ومباشر لكل دولة على حدة، وانه ما لهمش اي حق في ان هم ينتقدوا مصر. لنا سيادتنا، لنا قانوننا، لنا قيادتنا اللي محدش مش هتسمح لاي حد يتجاوز تجاه مصر. خليني اقول لكم يمكن على نقطة تانية انا مش فاهمة هم ازاي بيغفلوها. لما تطور ريف مصر اللي فيه اكتر من 50 مليون مواطن، يعني تقريبا نصف سكان مصر، ومن مستشفيات لتعليم لطرق لبيوت اللي ساكنه فيها الناس نفسها لطريقه المعيشه للترع الموجوده في الاماكن، كل ده اتعمل، دي حقوق انسان. لما قبلها بشويه لو رجعنا اكتر كان عندي 20% من الشعب المصري عندهم فيروس سي. لما طلع السيد الرئيس قرار بعلاج كل من يصاب بفيروس سي بالمجان ويتوفر لهم العلاج، وده علاج بياخد سنة علشان الناس تبقى أفضل من فيروس سي، أكيد ده أيضا حقوق إنسان. إن أنت يعني إحنا أعتقد لو دخلنا على كورونا بكل نسبة فيروس سي اللي كانت عندنا دي، أكيد كانت هتبقى عندنا كوارث وهوالك، حاجة بتهلك الناس. يعني أكتر من 1 مليون كمان مواطن أفريقي انضموا لكمان للعلاج فيروس سي من مصر، هدية من مصر. لو أخذنا حقوق الإنسان اللي أنا أعرفها، الطرق المعمولة دلوقتي اللي بتسهل الحياة على الناس وبتسهل التواصل وبتسهل الشغل وبتسهل التجارة، كل دي حقوق إنسان. لو اتكلمنا على الصحة الموجودة دلوقتي للمرأة، كل يوم والتاني طلعة جديدة للصحة، فئة جديدة بتستهدفها، حالة جديدة من حقوق الإنسان حقيقية على الأرض بتراعي الإنسان الحقيقي. لما نلاقي رئيس الجمهورية كل يوم جمعة في وسط الناس وفي وسط البيوت وفي وسط البائعين وفي وسط المواطنين العاديين، يبقى دي حقوق إنسان محفوظة ومصانة. بلدنا محفوظة ومصانة، بلدنا حقوق الإنسان فيها بقالها شكل جديد، فكرة إن أنت بتراعي المواطن طول الوقت، مية نظيفة في كل مكان، كل كهرباء واصلة لكل الأماكن، الكهرباء اللي كانت بتقطع بعد عندك، كل دي حقوق إنسان. بالرغم من العالم كله بيتراجع اقتصاديا وعنده أزمة اقتصادية، وكمان بيوفر المشاريع وبيوفر كل الحاجات اللي بيعملها علشان خاطر كورونا، مصر ماشية على قدم وساق بمؤشرات عالمية مش مؤشرات داخلية أبدا. خليني أقول لكم إن حقوق الإنسان اللي أنا أعرفها هي الحفاظ على المواطن المصري، واللي بيعمله السيد الرئيس واللي بتعمله الحكومة الحالية، هو مفيش أكتر من كده حفاظ على المواطن المصري. إحنا مش لاحقين في برامجنا نتكلم على الإنجاز اللي حصل على الأرض. حقيقة أنا مبسوطة بالرد الخارجية اللي حصل على الانتقاد لحقوق الإنسان المصري، وأتوقع كمان الفترة الجاية أنا هيكون في ردود عملية أكتر على الأرض. عندي النهاردة حلقة كبيرة جدا، عندنا فقرة هامة جدا عن المبدع الصغير وأهمية أن احنا نهتم بالطفل المصري، وأول مرة على مستوى مصر ومستوى أفريقيا جائزة للطفل الصغير مبتكر أو المبدع رسمية من الدولة، وبرعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس. هيكون عندي كمان فقرة هامة جدا وأنا سعيدة بيها جدا لحبيب الملايين وشفيع الملايين البابا كيرلس، التمثال اللي موجود في المتحف القبطي الأرثوذكسي الموجود في المركز الثقافي، واللي هيتكلم عنه النهاردة النحات اللي عمله، هيتكلم عمله إمتى وإيه كانت فكرته وليه اختار إنه يبقى عندنا في المتحف في المركز الثقافي القبطي. عندنا النهاردة يوم هام جدا، خليك معي، عندي مجموعة هامة من الأخبار ولكن بعد الفاصل.